والانتصار، وكذلك على دينامو سفيرادس بهدف لصفر. يوريت الثالثة الثابتة، 9 نقاط تعطي للترجي جناح كبير للتحليق في الدور الثاني، إذن وهو نصف النهائي بكل تأكيد، مركز أول أو ثاني، المهم المربع الذهبي. إذن مشاهدينا الكرام، تشكيلة الترجي في هذه المباراة: وسيم نوارة في حراسة المرمى، أيمن بن عمر يمين الدفاع، على اليسار خليل شمام، زياد الدربالي وسيم بن يوسف في محور الدفاع. بداية المباراة طبعا الترجي على اليمين والفريق الكونغولي، وتسديدة وأول إنذار خارج الدار من الترجي. يوسف المساكني على طول يدخل في الموضوع بدون عملية جس نبض. الترجي كما قيل وقال المدرب البنزرتي، وأنه لن يكتفي بالوضعية الدفاعية، الترجي من أجل غزو الفريق الكونغولي حامل اللقب بأكبر التحدي في ملعب كينيا. هذا أول إنذار كما قلنا لصاحب الدار من عند الترجي بتسديدة أولى قوية تصدي لها الحارس روبير كيديابا. نواصل سرد التشكيلة بالنسبة للترجي: رباعي الدفاع أيمن بن عمر على اليمين، خليل شمام على اليسار، زياد الدربالي وسيم بن يوسف في محور الدفاع. المنتخب التونسي، المدافع الايسر جون كاسولولا بالقميص رقم 3 يلعب مع نارسيس ايكانغا. كرات قصيره وارضيه بلغه الاكاديميه من جانب فريق تي بي مازيمبي. هذه هي دكه احتياط الفريق الكونغولي بالمدرب دييغو كارزيتو من اصل ايطالي وجنسيه فرنسيه. ومايكل انرامو في طريق مفتوح، انرامو يمر ويسدد، يساريه النيجيري لم تكن خطيره. وماهر الكنزاري طبعا يتفاعل مع هذا الهجوم الممتاز. الترجي يتوغل لاول مره في عمق الدفاع الكونغولي، ولكن يساريه مايكل انرامو ربما في ظروف اخرى، لو كان مايكل انرامو جاهز بطريقة الجاهزية العادية للنيجيري ببداية الموسم لكان بإمكانه أن يضع الكرة في الشباك. هذا وإن رامو طبعا النيجيري الدولي بعد عديد ال تعود الكرة للمدافع الأيمن إيريك نكونو كوتا. إعادة لتسديدة. السيطرة تثبت من جانب الفريق الكونغولي. الترجي منذ 5 دقائق يخسر السيطرة في وسط الميدان. هذا هجوم سريع، أيمن بن عمر في محاولة التصدي، لكن تعود الكرة من جديد لستوبيلاسيونزو. الترجي في وضعية عكس الهجوم، دراجي لمسة واحدة للمساكني، وإن رامو يحاول المرور والعبور، إن رامو يسدد بجانب الحارس. مجهود رائع يذكر فيشكر من جانب مايكل انرامو، لكن كرة النيجيري على يمين الحارس روبير كيديابا. الترجي مشاهدي الحارس وسيم نوارة، غلطة الشاطر بمليون يا وسيم يا نوارة، مرت بسلام ويوسف يا كمال، وهذه كرة سريعة ودفاع الترجي، هجوم الترجي خطير ودراجي ويرامو، جول! فعلها الترجي، فعلها الترجي بلغة التحدي. مايكل انرامو مشاهدينا الكرام بكرة سحرية للدراجي، يضع الكرة في شباك الحارس روبير كيديابا. الترجي حاليا يضرب خارج الدار، هدف ثالث للترجي في مشوار المجموعة الأولى للعملاق المهاجم النيجيري الدولي مايكل انرامو. هدف من أجمل ما يكون بمنظومة رائعة، البداية كانت على اليمين والنهاية في محور دفاع تيبي مازيمبي، وإن رامو النيجيري يسحر الكل ويضع الترجي في مأمن. هدف لصفر لممثل كرة القدم التونسية هنا في ملعب كينيا بمدينة لوبومباتشي. موش يا من جانب الترجي للمستضيف تيبي مازيمبي في ملعب كينيا بالذات بهدف لصفر. الكرة طويلة من إيريك نكونو كوتا، خليل شمام مرة أولى والمساكني في مرة ثانية، ينتظر المساندة يوسف، قد يغير الوجه، لا حاول أن يلعب على طول مع أسامة الدراجي، والحكم يطلب اللعب، أسامة وجه لوجه الدراجي، لا يا أسامة لا يا دراجي، كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان.
هذه هي الجزئيات الصغيرة اللي تصنع النجوم الكبار. أراد الدراجي كرة بداخل القدم اليمنى على طريقة ميشيل بلاتيني فلم ينجح في ذلك. على كل الترجي كان بإمكانه مضاعفة النتيجة. كرة اختيرة وتسديد وهدف التعادل. الترجي يدفع كاش يدفع بالحاضر فرصة كانت مضاعفة النتيجة لأسامة الدراجي ولكن عكس الهجوم على طول يتمكن الفريق الكونغولي تي بي مازيمبي من تعديل النتيجة عبر المهاجم ألان كالو يتوكا. لم يعرف الترجي كيف يحافظ على هذا التقدم. شوف الكرة زياد الدربالي لم يحسن أن يضع المهاجم الخطير ألان كالو يتوكا في صدره وبالتالي كان الهدف بسرعة فاجأ به وسيم نوارا ويعطي تعادل إيجابي لحد الآن بين الفريقين في شوط أول مثير في النهاية بالخصوص. المدرب فوزي البنزرتي طبعا وكذلك ماهر الكنزاري غاضبان من هذه المواقف الى حد الان. مباراة في الشوط الاول غريبة نوعا ما، سيناريو غير منتظر، مرة اولى للترجي ومرة ثانية لتي بي مازيمبي. ماهر الكنزاري اكيد من حقه لانه المساكني على اليسار، الترجي يلعب تحت مايكل انرامو واليسون افول على اليمين. ننتظر الكثير من يوسف إلى حد الآن لم يرتقي إلى مستوى أداؤه. وين رامو؟ إيه رامو على مستوى القائم الثاني كاد أن يفاجأ الجميع لكنه ارتبك في آخر لحظة. ليس من عادة النيجيري أن يفوت في مثل هذه المناورة في البال. أيمن بن عمر مطالب بالواجبات الدفاعية قبل الهجومية في مثل هذه المواقف. عفوا في المتابعة الغاني يحاول المرور الغاني دراجي في مجهود فردي يغير وإمكانية المساكنة رايا غير معقول بالمرة عجيبة وغريبة. هذه كرة ذهبية ماسية من يوسف المساكنة الفنان ومجد تراوي يضيع كرة الأمان. الترجي قد يندم على هذه الفرص غير معقول بالمرة. هذه المرة مشاهدينا الكرام على اليسار دائما هو موجود وعلى اليمين موجود الزامبي كيفن سينجلوما. هذا هجوم سريع ممتاز للترجي ينرامو يسدد والحارس الممتاز كيد يابا. يسارية نيجيرية قوية واستماتة كونغولية للحارس روبير كيد يابا واحدة بواحدة والفريق الكونغولي يشوف كابونغو كيف يتلعب بخليل جمال. يبدو أن الحكم الموريسي بعيد عن موقع القرار. خالد القربي يعود من جديد التمركز بالارتكاز. هذه يسارية إن رامو أيمن بن عمر وكذلك أليسون أفول خطورة القادم من الخلف إريك كولوكوتا. خليل جمام ويخسر الترجي الكرة. هجمة سريعة وإمكانية التسديد لكن يعود في الوقت المناسب سيام بن يوسف. يبقى الخطر قادم من جانب الزومبي كيفن سينجلوما. كابانجو اللي وزع والهدف الثاني كاسونجو. كاسونجو يقلب النتيجة على الترجي. مشاهدينا الكرام هدفان لهدف لصالح الفريق الكونغولي في اجواء غير عاديه بالمره. يهتز دفاع الترجي. كاسونغو اذا يسجل الهدف الثاني هدف للبديل كاسونغو باغت به محور دفاع الترجي والحارس وسيم نوارا. كنت نقول مشاهدينا الكرام منذ قليل وان الترجي يعاني دفاع الترجي الى اي حد سيبقى صامت. هذه الكرة يتفرج كل من زيان بن يوسف وزياد التربالي على كرة كابانجو وكاسونجو يأتي ووضع الكرة في الشباك. تقدم لأول مرة في المباراة لسحب الديار الأرض والجمهور تي بي مازيمبي.
essayé de faire, de remplacer ces deux joueurs qui nous manquaient. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Ça fait très mal parce qu'on gagnait au score 1-0. Après, on n'a pas su garder le score longtemps. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y avait la place pour mettre plusieurs buts. Et je ne sais pas si on n'y a pas cru ou quoi, mais bon, on ne les a pas mis. Donc, on se concentre pour le match prochain. Inch'Allah, on gagne. حبينا اكشفت حتى في الاخر عكست من بعد الاربيتراج شفته يعني مهزله اليوم بوتور جو نحن برشا كوره كي راس راس يعني شو تقول هذا الفريق وهذيك الكوره وان شاء الله يجونا لتونس تو نشوفوا تو نفرحوا بهم كما هم فرحوا بنا كان ينقص الدرجه الاربيتر يجب يعطيها حق اول حاجه ثاني حاجه احنا ضيعنا شويه بالاول وخلينا الادفيرسير يلعب كما في على راحته هكا جاونا ديزوكازيون ضيعنا برشا قبلنا هدف الاربيتر مشى معاهم برشا هذيك هي الكره معناتها خسرنا ان شاء الله نعوضوهم ماتشات مازالنا تروا بارتي ان شاء الله نعوضوهم ماتشات جايين بصراحه تبريره حاسمه الهدف الاول اللي رموا بعد جاتك يعني فرصه انك تمركز الثاني بعدها يعني عدلت مازامبي بصراحه يعني ترى الترجي ما استغلش الفرص اللي كانت جاته والله صحيح هما حتى ضيعنا معناتها ما نقبلوش فهمت هذيك هي الكره مستانسين نحن ما نقبلوش حتى نماركيو ونضيعو ما نقبلوش فهمت هذيك هي الكره معناتها جات لوكازيون ضيعنا كاو جاونا برشا زوكازيون معناتها مش لوكازيون هذيك برك نتاعي هذيك هي ان شاء الله نعوضهم ماتش الروتور هذيك احكام الكره الكره فيها رابح فيها خاسر كنا نجمو اليوم نروحوا بنقطه ولا كنا نجمو نروحوا رابحين يظل الاربيتر اليوم برشا كان مع مازامبي اللي هي ما تستحقش باش يكون مع اربيتر هكا يظل برشا كور سيمتر واحد انا نجي ناخذ الكره ونحط سيمتر وهو يحط كورنير هكا وان شاء الله تويك عن بارتي ريتور من بعد 15 يوم في تونس ان شاء الله نربحوا 3 بوان تاعنا ونترشح ان شاء الله هذاك يظل جايين زوز ماتشات في تونس ان شاء الله ناخذوا 6 بوان تاعنا ونضمنوا الترشح تاعنا ان شاء الله قبلنا برشا اليوم لعب قبلنا برشا التالي جرينا برشا تعبنا برشا حابين وما نخرج بنيول مي الله غالب ما سالش ربي خسرنا ان شاء الله نعوضوها في الماتش الجاي ان شاء الله